يبقى خلي مسعود يوصل مدمازيل. انت اسمك يا حلو؟ عاشت الاسامي. خد اسمها وعنوانها. اتفضل. اشوف وشكوا بخير. انت من اهله. وحياتها الشواري، حياتنا من غيرك مثل السلطه بلا خيار. سلطه؟ قصدك ايه؟ قصده شو انا اللي عم احكيه؟ ما بتفرق. قصده يقول ان الاسبوعين ثلاثه اللي حضرتك بتقعدهم معانا مش كفايه، احنا نفسنا نتمتع بيك ونشوفك كل يوم وكل ساعه وكل لحظه وكل دقيقه وكل ثانيه. ايه يا ريت كنت ترجعوا على البيت حالا عشان تحولوا مكالمه لندن على المكتب. نفسي في حاجة قبل ما تسافر. أبوسك. الله يرحمها ستي، هات عملت مع جدي يوم اللي سافر وما عاد رجع. ده جدك أنت، إنما أنا هرجع. يا باي. مع السلامة. مع السلامة. كمان. Thank you.
شوف مين على التليفون يا مسعود افندي. حاضر يا سعيد بيه. الو، هنا فندق السعاده، اي خدمه؟ لا لندن، لحظه واحده وحياه والدك. اتفضل. وانا شو دخلنا بلندن؟ حولها على المكتب زي ما قال لك احمد بيه. اتفضل. كيف راح حولها؟ قصدك ايه؟ قصدي ما بعرف. ايه وما قلتش كده للراجل قبل ما يسافر ليه؟ يا اخي رجاله بنشتغل عنده، نجي نرصد له طلب. طب الحق قول لهم اي حاجه قبل المكالمه ما تخلص. شو بدي اقول له؟ قول لهم سافر سافر. سافر بسيطه. هرب. شو بقول له؟ سافر. مين؟ احمد بيه. مال؟ سافر. لوين؟ لندن. هرب. 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 هيدا كيف تنقل بالانجليزي يا جدع؟ اتصرف، قول اي حاجه، ما توديناش في داهيه. يا رب. ليه كده؟ ايه معقول الكلام ده؟ ايه الغباوه دي يا اخي؟ ما تعرف صحتك بالدنيا ولا وبعدين معاك. ها بسم الله الشافي المعين. هلو لندن، اي مستر سعيد، انت اي مسطره من المساطر بتكون؟ يس. او اي سي. او اي سي. او اي سي. ايه في ايه؟ بيقول انه خالتك بتسلم عليك. خالتي؟ وايه اللي يودي خالتي لندن يا مجنون انت؟ يا خي هات عم يقول، شو ذنبي انا؟ يس. او اي سي. او اي سي. ايه في ايه؟ مبروك يا مسعود. على ايه؟ عقبال عندك. لندن اجا صبي وسموه مسعود على اسمك. يا جدع بلاش هلوسه وقول لهم الراجل سافر. يا خي انا ماني ممتنع، بس ما بعرف كيف تنحكى بالانجليزي. كده امسك اتكلم. اي سي. اوه اي سي. شو شو انت ولا خلفوك رجال؟ ما بتستحي قليل الادب تفوق عليك. ايه ايه اللي حصل؟ هالزلم الازهر عمال يسبني. مش عرفك انه بيشتمك؟ عم بيقول لي هوز سبيكينج. الي اني بينقال هوز سبيكينج؟ اوه ودي كلمه وحشه خطيره. يبقى كويس اللي شتمته. كله الا الكرامه يا مسعود، هيدا راس بالنا بالدنيا. ما تتعب حالك، تعتذر ما بتعتذر ما راح بحكي معك. عجبتك قوي. على العموم زمان احمد بيه شخصيا وصل لندن. تعلن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ان رحلتها المتجهة الى لندن وباريس قد تقرر تأجيلها لسوء الاحوال الجوية. شكرا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اللوكان ده نورت اهو كده الهم. ولا يهمك، من هلا للمسا هتكون اللوكان ده كومبليت. مع السلامه. الله يعوض عليك. طلباتك يا هاني؟ بقدر الاقي عندكم اوضه بحمام؟ اوه ثلاث حمامات لو عايزه. بنفلكين حضرتك هتقعدي قد ايه؟ بالقليله شي شهر. شهر بكل سرور. بس احنا لنا شويه طلبات بسيطه. مثل شو يعني؟ الدفع يكون مؤدب. حاضر. ما يكونش معاكي شهادة فقر حال. لا ما معي. شهادة بحسن السير والسلوك. اي معي معلوم. شهادة تطعيم ضد الكوليرا وامراض الصيف. امتعني انا. طيب لحظة واحدة على مدي خبر لسيادة المدير. ايه روح. فرحان ومزقطط ليه؟ أول زبونة وصلت. في المواصفات المطلوبة. كاملة مما جميعه. على خيرة الله، اندهلة. الزبونة يا فندم. لا مسيك بالخير.
تسمحي لي احكي مع الموظف تبعك؟ تفضل. قل لي بصراحة، انت ما إلك نظرة تشوف فيه؟ إلي. ما إلك منخار تشم فيه؟ إلي. ما إلك حواس تحس فيه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ولك جاوبني. إلي. ما إلك. إلي. ما إلك. إلي. طيب عيد نظر. ايه مالها؟ كيف بتوافق انه هالحرم الاثري اللي بيرجع تاريخها للقرن الثامن عشر تنزل معي بالاوتيل تبعك؟ هتدفع شهر مقدم. ولكن ما هتحرك لا قلبي ولا عواطفي. شو العمل؟ انا ماليش دعوه، تصرف معاها انت بقى. تصرف يا رب. تعا يا حبيب قلبي تعا. مدام انت اكيد من سلالة هولاكو. هولاكو. هولاكو العظيم ملك التتر. الله اكبر. مسعود هفندي. الله يخرب بيتك. لا بس بلا زعرني. لا لا لا. شواربك مثل شواربك، عضلاتك قوية مثل عضلاته. هو حضرتك تعرفي هولاكو؟ معلوم انا من سلالته. سلالته؟ شفت يا مان حوز طلعت ام ولا هولاكو. ما بتفرق ما بتفرق، احنا متاسفين يا ست هانم، اللوكاندا مليانه وما كنتش اعرف. لا تتعب حالك، انا رح نام مع هالفارس الهمام. حضرتك واقف هيك وتارت هالهولاكو تعتدي على عفافي وتغاضلني؟ انا هتصرف. فضل اتصرف. ايه مالك مشروع كده ليه؟ ما هي زي الفل مثل الفل. اتفضل عيش بهالنعمه. لا 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 اعقلي اعقلي، تعالي معايا وانا حريعك. تعالي تعالي. صحيح؟ طبعا. خد بس بحياة الله اوعى تنسى. عيب يا مدام، ده كلام راجل لراجل. عافاك. مع السلامة. بس اللي كيف قدرت لحلقتها؟ دبرت لها معاد معاك على رواقه عشان تاخد حريتك. انا وهي شو ناوي تموتني؟ يا سيدي ده كلام. ما دام كلام بكلام طب تقابلني بالمنام. ايه شفت شفت ايه؟ اوكي مفيش داعي استنى اكتر من كده، انا هروح وادي نمر تليفوني. تفضل، واول ما يتحدد ميعاد الطائره هنتصل بحضرتك. متشكر. الاسم هنا من فضلك. ايه الجنسية؟ المهنة؟ سبحان الذي خلق. صباح الخير حضرتك المدير. لا يا فندم، ده صاحب الاوتيل. احمل شنط الست والحقنا يا رشبشن. حاضر يا فندم، اتفضل اتفضل. هي دي اوضتي؟ لا هذه غرفتي. ولك شو هالجسم؟ ولك تسلمي لي. ولك شو هالجسم مثل السمك بلا حسد؟ ولك تقبريني تقبر عظامي ولك تقبشيني قبض. وشمبانيا كمان؟ ايه هيدي من تقاليد الاوتيل تبعي، خصوصا للزباين الحلوين مثل حضرتي. يا رب عطينا الأول، شو عم نعمل هيك؟ فندق السعادة. المطار؟ أي خدمة يا مطار؟ لا أحمد بيه كل سنة وأنت طيب، سافر النهاردة خلاص. إيه؟
يا سعيد الحارة يا سعيد 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 يا يا جدع انت اتحرك وشيل البلاوي اللي هتودينا في داهيه دي. واقف كده ليه؟ ما تتحرك، روح البس غير هدومك. الزبون اللي فوق الياسطه اللي بره في البطاقه. منتظر سعادتك. لازم المطار اتكلم. ايوه وقال ان الطياره حطيره بكره الساعه 8. وايه اللي ملبسك كده؟ الدنيا حر حر. ايوه تعملي فنجان قهوه وطلعه لي على فوق. طبعا انا مش عملت معاه. بعدين اقول لك احمد بيه وصل ولا لسه؟ اللي انت اخدت عنوانه؟ بقول لك هو وصل ولا لسه؟ وحياه الله صعبان علي. شو صبيه بتاخد العهد؟ يا حرام وقعت بحبها من اول نظره، ما حق معذوره. جاوبني بقول لك هو وصل ولا لسه؟ بتقول ايه؟ عم بقول شو بدي جاوبك وانت مسكر تمي. انت عايز تجنني؟ لك بدون ما تتجنن، وصل وطلب فنجان قهوه. الحمد لله. هالمرة مش رح نفتح اوتيل الا ما حضرته يصير بقلب السماء. تعلن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن قيام رحلتها رقم 750 المتجهة الى لندن. شكرا. الحمد لله، اهو كده الواحد اطمن. بس خايف ما تهب عسى وترجع الطيارة على بيروت. الو، عمليات هالمطار من فضلك الطيارة اللي اتخارت هلأ على لندن ماشية كويس؟ ما فيهاش محرك عطلان؟ اخد بنزين كفايه. اطمن لي وحياتك على الطقس، ما فيش عواصف، ما فيش كوارث، يعني مش ما فيش زلازل، يعني مش رح ترجع يا اخي. انا اللي عم احكي. انا لما بحكي. لا انا اللي عم احكي. لا انا لما بحكي. تفضل احكي. احكي انت. لا احكي انت. لا احكي انت. لا انت احكي. وريني احكي. لا انا ولا انت بدي احكي. شو رايك؟ هي فين اللوكندا اللي كلمتنا عليها من الصبح؟ كلها فشخه يا بيه. بقالك ساعة تفرك وتفرك لسه ما وصلناش. ما بدك اوتيل رخيص؟ بدي. ما بدك اوتيل ترتاح فيه انت والفرقة تبعك؟ يا سيدي بدي. ما بدك اوتيل يكون اصحاب وناس طيبين؟ يا اخي بدي. كلها فشخة كعب وتوصل. كمان حتفرك ساعة؟ يا ويلك. انا
بدي بيع الاوتيل بنات عائلات، ما بدي اتصبح فيك. حاضر. صباح الخير يا سيد مسعود. يا صباح النور يا استاذ محمود. انا شايف لك سكونات ممتازين. وانا كمان تحت امرك. هو حضرتك مدير اللوكاندا؟ لا، المدير في مكتبه. اتفضل سعادتك عشان تقابل. يعني تحتاج تفضل. مين اللي دخل علي؟ انا مسعود يا فندم. شوفي يا مسعود. زباين يا فندم. محترمين يا مسعود. محترمين يا فندم. ارتسي يا زمي. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ احنا يا حضرة عايزين ننزل عندكم وطمعانين في كرم اخلاقكم. احنا؟ شو بتقصد باحنا؟ انا والفرقة. فرقة؟ فرقة شو؟ شو؟ فرقة الفن والسلام. احنا يا حضرة بندعو للسلام من خلال الرأس التعبير. لو كان الرأس بجيب السلام كانوا كل الناس بيرقصوا هي لا 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 لا. اعضاء الفرقة من جنسيات مختلفة، يعني بيمثلوا كل شعوب العالم رمزا للصداقة والمحبة وال... شو؟ بدك تسكن لي شعوب العالم كله بالاوتيل تبعي؟ مسعود شوف لي الاوتيل تاني. خلاص يا فندم. وجع راس. امرك. خطر. لا 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 يا حضرة، احنا ناس هاديين ومش هتسمع لنا صوت خالص. فرقة السلام دول جزء منها، وبقى الفرقة هيوصل بعد 3 4 ايام. لسه في باقي؟ لا يا خي لا، هيدا صندوق محترم. حصل ايه يا سعادة البيت؟ يا حبيبي انا ما عندي غرف فاضية. الله يرضى عليك. مش مهم، ننام في الصالة واكيد حتكون ارخص. قلت لك متأسف ما عندي غرف. ما عندي. وده عارف المال. ما عندي. سوي جنتلمان. ما عندي. حرام عليك تكسر بخاطرنا بالشكل ده. ما عندي. بنت قلبك قاسي قوي. اسمك ايه؟ سعيد. وانا اسمي نجو. ما عندك؟ عندي. حلاوتك. ولك يا شبشن، اعطي الغرف لاعضاء الفرقه وجهز جناح الملكه اليزابيث بس للانسه نجوى. جناح الملكه اليزابيث؟ اتفضلوا. الو. اهلا استاذ عبد الصبور. الحمد لله على السلامه. انت وصلتوا؟ نازلين وين؟ فندق السعاده. فين ده؟ عرفت، حالا حكون عنكم. ناوي برضو تعطيهم المسرح يشتغلوا عليه؟ طبعا، مش مشان سواد عيون عبد الصبور افندي. لازم منشان حمار طربوشه. لا، ساعات الإنسان بيضحي بالكتير حتى يكسب القليل، وبيكون بالقليل في قيمة أكتر. ما فهمتش. لو كنت أنت محلي وكانت بالفرقة بنت حلوة مثل منى، كنت فهمت على الطاير. منى. أيوة أستاذ عبد الصبور. إكرام زمانه جاي. الراجل ده كده ما برتاحلوش لله لله. لا في عرضك، انا عارفك صريحة ولسانك طويل. يقولك كلمة كده ولا كده تروحي طالعة فيه زي الصاروخ، يقوم هو كمان مزرجن ولا يديناش المسرح. ما تخافش، هحاول اسايسه لحد ما نخلص شغلنا. عائلتنا بتعتبر من اغنى عائلات لبنان. الفلوس عنا مثل نهر النيل عنكم، ما الها لا اويل ولا اخير. ومن اهم صفاتي يا انسه نجوى الاخلاص والشجاعه والصدق، وخصوصا الصدق. انا بيرتبني عفريت الارض لما بلاقي قدامي واحد بيرزي. انا رجال ظهري. يا سلام يا سعيد بيه، اهدي الاخلاق ولا بلاش. يا ريت كل الناس زيك. هو بيكح كتير كده ليه يا اخي؟ انت بتضحك ليه؟ عشان تبطل فشل. ما حبطل ارتحال. لا طيب، ريحنا منك اذا بتريد. الاخلاص وشجاعه وصدق. شو كنا عم نقول؟
على انك ما بتحبش الكذب. ايوه ما نحب الكذب ولا الغش ولا العيش اللي انا عايشها. ليه الخير ان شاء الله. شاب مثل حتيتي كل صبية بتحلم فيه، غني وقصر وجاه وطول وعرض، والله بيليني بهالستراتير الغبي. وليه حولت قصرك لأوتيل؟ الملل الملل. شاب اعزب مثل حتيتي اعزب، بشو بده يتسلى؟ انتبهي لي لكلمة اعزب، الله يرضى عليك. عن اذنك عن اذنك صاحبنا رجعتنا لتريسة. شو قصتك نزل لتحت تحت تحت لقيها لتحت تحت تحت؟ انا اصلا ما بحبش الفاشر ابدا يا حبيبي. كل واحد حر، انا بكذب على تيفي كيفك وانا كمان كيف ان الجماعه دول يمشوا من هنا. مستحيل، انا شريكك بالنص وانا حر انا كمان. يا خشيم يا قليل النظر، كيف بدك تقول للجماعه يمشوا وتترك هالبنت الحلوه اللي ما رفعت نظرة عنك من وقت ما شافتها؟ بنت حلوه بتبص لي يعني؟ يا حرام. انت بتطل من هون وهي بتتنهد من هون. هيك هذا نوضه يا قاتل النساء. هي مين فيهم؟ روح شوف مين بالاول ومين ما يكون يكون له ما في محل. خلينا لوحدنا ناخد راحتنا. اسف يا فندم، الفندق مليان على الاخر. نعم الفندق مليان على الاخر. انداري الاستاذ عبد الصبور بسرعه. اهلا اهلا اكرام بيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا استاذ عبد الصبور. الحمد لله على السلامه. منى وين؟ جاي حالا. اها اتفضل يا قرقورة. يا صبورة يا صبورة يا بندورة. بدك تقبروني ما احليكم يا احلى عطافير بالجنة. يا هلا، عم قول بيروت ليش منورة بهالشكل؟ ده بس من لطفك. هيدا مش لطف، هيدي حقيقة. كنت بقول عليك شيك في لبسك، اتضح انك شيك في الفاظك كمان. لك الله يخليك للفن ويخليك لإلي. اخبار المسرح ايه؟ الفرقة اللي عندي بقي لها 10 ايام حسب العقد. يعني ممكن نبتدي من بكرة؟ بصراحة لا، مع كل الأسف، لأنه الفرقة اللي عندي هي اللي عم تعمل بروفات بالأيام الصبح. ألا؟ أمال حنعمل بروفاتنا فين؟ ولو في كل مكان، بقلبي إذا بدك، ولا بقول لك أحسن شيء بالأوتيل، مشي معي حتى أدلك على المكان المناسب. قبل ما توصلوا كنت عم بحسب الايام والليالي، كنت عم بسال نفسي يا ترى يا اكرام حتشوف منى من جديد، حتلمس ايدها الحلوه من جديد، حتلمس شعرها الجميل. منى يا ترى اشتقتي لي مثل ما انا اشتقت لك؟ يا حياه وهنا اعلن سيادته ان حاله الجو غير مطمئنه، والجو بارد بارد جدا جدا وينذر بزوابع. ايه رأي سيادتك؟ نعم بقول ايه رأي سيادتك؟ بشو؟ حالة الطقس. اول ما كنت سامعك، تاني ما كنت منتبه لك. تحب احكي لك الحكاية من الاول عشان تقول لنا رأيك فيها؟ ممكن تخليها لوقت تاني؟ على كيفك، على العموم احنا يهمنا راحة عملائنا. وهنا اعلن سيادته. بتحب نتمشى؟ ان حالة الامن مطمئنة جدا. شو قلتك؟ نتمشى. خاطرك يا جو. خاطرك. كنت دايما بحلم انه التقي انا وياكي بجنينك حلوه بهالشكل، ايدينا بايدين بعض بهالشكل، قريبين من بعض بهالشكل. ليش ما بنضل مع بعض بهالشكل؟ صباح الخير يا بيه. يا الله، وين جيتي؟ لفوق، اصل فوق في هوا، والهوا جميل جدا، تحب تجرب؟
على إذنك. شو رأيك بالحب؟ خصوصا لما يكون الحبيب شاب لذيذ مثلي أنا. هلا منى. هلا منى. هاي منى. ليش قاعدين لوحدكم؟ يا بتجمعنا يا منعد معكم. خليك مرتاح أنا حروح. ستين شو؟ سلامة بدري كده. معلش حروح على المسرح. يا ترى شو رأيك بالحب؟ خصوصا إذا كان الحبيب شخص مثلي. إلي شويرة ببيربط عنطر. أهلاً أهلاً أحمد بيه، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش لسه مسافر امبارح؟ كان المفروض أتأخر أكثر من كده، بس الشغل خلص. أهلاً وسهلاً، مع السلامة. يا أخي قشتك مثل الزنبران، ريح أعصابك ونام. مش هريح أعصابي ولا نام إلا لما تقول لي مين اللي معجبة بيا. يا أخي يا مسعود، لازم تعرفها لوحدك يا مسعود، ولو يا مسعود. يعني أجيب منجم ولا أقلب الفنجان؟ ولا اعمل ايه بس فهمني يا خي. انت كل ما تشوف واحده يراقب دقات قلبك، واذا دق قلبك معها زياده هبل ببل ببل هبل بطول. هي ان كان علي انا بحبهم كلهم. واللي شو بتقصد هني كلهم؟ ودي زعلتك في ايه؟ لا كيف شو زعلتنا؟ ما بتعرف انه نجوى حبيبتي. انا مالي ومال نجوى، انا بكلم على الباقيين. اذا كان هيك انفجر مثل ما بدك يدق قلبك. ممكن اعرف انا بايه؟ احمد بيه. وده هيبقى فين؟ ده قصب سعادتك. ودول بيعملوا ايه؟ دول بياخدوا تعسيله. تعسيله؟ اتفضلوا برا برا، وانت تيجي معايا. فوق يا حبيبي. مالك يا سعيد بيه؟ مالك؟
مالك يا حبيبي؟ ايه اللي سمعناه ده يا حضري؟ هيدا نتيجة عمل الخير، نتيجة اللي بتقوله قلب طيب وكبير. أنا مش فاهمة حاجة أبداً. ولا أنا. تسمح تقول لنا مين صاحب القصر ده؟ أنا طبعاً. وهو؟ هو كان يا ما كان في قديم الزمان، بس هلأ شو بقدر أقول؟ اللهم اشفيه ورجع له عقله لما كانه. أنت عاوز تقول إيه بالظبط؟ لا بترجعكم، لا لا. لا لا ما رده، انا ما بحب احكي عن عمل الخير. بس ده اهانك. هذه نتيجه الثواب. ما انا لازم اعرف الحكايه بالضبط، ولا عايز نزعل منك؟ مصره طبعا. سامحني يا رب لا تاخذني، لاني حاكشف السر يلي دريته من سنين، لاني ما بقدر ارفض طلب لنجوى. هيدا الشاب كان زمان صاحب القصر، لكن الحال اتدهور فيه وافتقر، فبيع القصر لوالدي الله يرحمه. وبعدين حصلت له صدمة عصبية ونتج عنها حالة جنون مركب، وصار يعتقد انه هالقصر له واني شغال عنده. لا حول ولا قوة الا بالله. الدكتور تبعه كلمني وترجيني وقال لي يا سعيد بيت يا ابن الاكابر، انت شاب وهالمسكين شاب، وكل شاب بيقدر الشاب اللي مثله شاب. قلت له ولو يا دكتور تحت امرك امور. قال لي سيره على قد ما بتقدر لبينما كمل علاجه ويرجع لحالته الطبيعيه. ومن يومها لهلا واني بصيره والله قدرني وحافظت على هالوقت. لكن هو عايش منين دلوقتي؟ بيصرف ازاي؟ بساعده بقرشين كل شهر. والله اللي يشوفه هو بيتأمر علينا وبيطردنا من القصر يفتكر صحيح ان هو صاحب القصر وانك انت اللي بتشتغل عنده. بتصدق بالله ما قلتن يمين علي، في بعض الاحيان بطلع له الاكل لغرفته وبلبسه هدومه. انت انسان عظيم صحيح، والله انا ما شفت اخلاق زي اخلاقك. اخواني لا داعي للهتاف، دعونا نعمل الخير في صمت مهيب. لوكاندا من امتى عاملين بيت لوكاندا؟ مش من زمان قوي يا سعاده البيت. يعني انت يا دوبك 7-8 سنين. ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضل. نعم. انت شاب ذوق ومحترم وعاقل. انت عايزه تقول ايه بالظبط؟ عايزك تقدر ان احنا اغراب عن البلد، وان احنا بقينا في نص الليل، وتعتبرنا يا سيدي ضيوف عندك لغايه الصبح. اغراب على عيني وراسي، لكن انا مش فاتحها جمعيه خيريه، شوفلكوا حد تاني يكون غابت الايام. يا ظهر ان الذوق ما ينفعش مع امثالك. ما شاء الله، احسن تقولي لي اروح ابات بره. اتفضلي. خلاص اخد البنات ونروح نبات في الشارع. استني عندي، هسمح لكم تباتوا الليله بس على شرط 8 الصبح ما الاقيش حد منكم هنا. طمنيني حصل ايه؟ فعلا العقل زينه. شرح الجنان وعليكي. ده مش مدموم وبس، ده وقح وعصبي وقليل الذوق كمان. كتر خيره سعيد بيه اللي مستحمله على رذالته. هيتقول له لوجه الله. حضرته تنازل وتكرم وسمح اننا نبات هنا لغايه بكره الصبح. طب وبكره الظهر هنعمل ايه؟ يلا يا بنات الصباح رباح. طب دلوقتي هدومنا فوق عند المجنون بتاعك، تسمح تروح تجيبهم؟ لا انا اعصابي تعبانه، خوفين ما اطلع لعنده يسمعني كلمه هير او هير ومطخ رصاصتين واخلص منه. يا خبر اسود، ترتكب جريمه؟ طب شو بدي اعمل قولي لي. خليك انت، كفايه الهم اللي على قلبك، انا طلعاله. وانا حبطلب الاسعاف. Thank you.
8 الصبح. صباح الخير يا أعظم بيك بالدنيا. ما شاء الله ما شاء الله، يخزى العين يخزى العين. شو القصر صار حلو لما رجع أحمد بيك؟ شايف وشاعر بالسعادة اللي نحن فيه بعد ما شفناه. شاعر ومتصور يا مسعود. ومتصور يا مسعود إنكم أندال ومجرمين. وحياة الله لو ما سمعتنا هالكلمتين الحلوين كنا انتحرنا. اعتبروني ما قلتهمش وتفضلوا انتحروا خلصوني منكم. هلا ما بيجوز الانتحار، ضاعت الفرصة خلاص يا سعادة البيه. فرصة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. أقدر أعرف ليه عملتوا بيتي الوكندا؟ تفضل جاوي. جاوب أنت. ما بيصير، هو بيفهم منا في الأفطار. أنت أقدم مني في الشغل والمقامات محفوظة. إيه؟ طبعًا مش ناويين تجاوبوا. هتقولوا إيه؟ إنكم لصوص وبتخنوني بغيابي؟ لا بترجيت. كل شيء الا الحرام. ما هيك يا مسعود؟ هيك سعيد. ومع هيدا قلت له حنعترف لك بالحقيقه. ايوه هو انا بقى عايز الحقيقه. حضرتك بتعرف انه نحن طول عملنا عايشين من خير المرحوم والدك وخيرك. قعدنا نفكر يا اخي. انا عم احكي. ما بتفرق. قعدنا نفكر يا اخي. انا عم احكي. ما بتفرق. قعدنا نفكر ازاي نرد لك الجميل. ازاي نرد لك الجميل؟ ايه دخل الكلام ده في الموضوع؟ ما 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 انا جاي لسعادتك اهو. فكرنا اننا نشتري لك هديه نقدمها في عيد ميلادك السعيد. سالنا حالنا شو بنشتري لك؟ سياره؟ لقينا عندك 100 سياره. سالنا حالنا من جديد شو بنشتري لك؟ يخت؟ اللي لقينا عندك بدل اليخت 2. فكرنا نشتري لك طياره. لقينا عندك طياره. قلنا بنشتري لك دبابه. دبابة؟ ما انت عارف قد ايه بنحب سعادتك. ايه دخل الدبابات والطيارات في تأجير القصر؟ اصل الدبابة تمنها غالي قوي واحنا مفلسين. سألنا حالنا منين بنجيب مصاري؟ قمت عملت البيت له كان ده 11 شهر في السنة ونزلت فيها كل من هب ودب. ايه ده؟ من دب؟ مسعود فندم انزل انده للبنت الغلباوية دي. انا وفيهم يا فندم. اللي بتتنطط قدامهم. منى. حاضر فندم. صباح الخير يا مسعود. الله 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 اهو كده خلي الواحد يرسله على بر. الله الله مالك يا مسعود؟ مبسوط شوية. انا كمان مبسوطة. لكن انا عارف انا مبسوط ليه. لكن انت؟ انا كل ما بشوفك ببقى مبسوطة. الله الله يا نور النبي. لا مؤاخذة انا نسيت. نسيت ايه؟ احمد بيه عايزك. طب ما يجي هو هنا. معلش يا ستي هوديه على قد عقله اهو كله بثوابه. ايه ده؟ رشبشب. رشبشب؟ طبعا مسعود. ما شاء الله ما شاء الله. افندم عايز ايه؟ الساعة 9:30. انت ناديه لي عشان تقول لي الساعة 9:30؟ يا نسا هي اسمها ايه؟ يا مدمازيل منى ارجوك تحترمي اتفاق امبارح. انا قلت تمشوا الساعة 8 يعني تمشوا الساعة 8. بسمع بقى. انا هودتك امبارح عشان ما اعملهاش خناقه انما ودين النبي. يا انسه منى انا مصمم انكم تمشوا فورا في المشمش. اتفضلي لمي فرقتك على بره. تسمح لي بكلمه؟
نعم. ممكن اشرح لك ظروف الفرقه؟ اتفضل. احنا بنات ما عندناش راس مال غير فننا، جينا هنا عشان نقدم استعراضنا، لقينا المسرح مشغول. ترضى ان امل الشباب ينطفي وحلمهم يتبخر عشان ما عندهمش فلوس ينزلوا في الكندا؟ انا اسفه على ازعاجنا لك، وكتر خيرك انك قبلتنا في قصرك. اي واحد غيرك كان هيتصرف زي ما تصرفت بالظبط. انت اسمك ايه؟ نجوى. ادبك اثر فيا يا انسه نجوى، وعشان خاطرك انت بس هنسى اللي حصل من الانسه منى، وهسمح لكم كمان 3 ايام. ميرسي قوي. 3 ايام. مش بتوقف مثل العمود التليفون. لقيتها. من ايه؟ حبيبه قلبي. من ايه؟ منى. والله انا قلت انه هيجي يوم تعرفها لوحدها. واحد 2 3 4 1. مش بيقولوا عندهم عصفورية المجانين ما ياخدوه فيها ويريحونا؟ حرام عليك يا منى، يعني مش شايفه اللي بيعملوا فينا؟ انا اللي مش قادره افهمه ازاي سعيد بيه مستحمل اهاناته دي كلها. اكيد في سر، حاجه تحير فعلا، بس هيكون ايه السر اللي بينهم؟ بس بلاش الكلام ده، يلا نكمل التمرين. يلا. انت متاكد من هالكلام؟ بقول لك سمعتهم بوداني. بسيطه. بقول لك بيشكوا في سعادتك تقول لي بسيطه؟ معلش انا راح بتصرف. هتعمل ايه؟ لحظه، ما شايفنا هنفكر. فكر. اتفضل معانا. صحتين وعافية. أنا سامنة بترجاك تشوفي من على الخط. ألو؟ ألو؟ منزل سعيد ب؟ الب موجود؟ قولي له دكتور أمبروف أمريكا. في دكتور بيقول اسمه أمبروف أمريكا؟ لا حول الله، يا ألطف الله، دكتور أمبو ألطف بعبيدك يا رب. لا، دكتور إيه ده يا سعيد ب؟ دكتورة تعيس أحمد. لازم في حاجة مهمة عايز يقولك عليها. بترجيكي يا أنسة منى، انت والعانسة نجوى تروح على الخط التاني وتسمعوا لحتى تعرفوا انه معي حق اعمل ثورة. حاضر. الو الو، دكتور عنبور. دخيلك يا عنبور افندي، بترجيك تقلي شو فيه. احمد كان عندي في العيادة وبعد الفحص والتمحيص عرفت ان مرضه وصل لمرحلة الانتفريز، وان نفسيته بقت انتفوريا خالص. لها يا عنبور، لها يا عنبور. وفي الحالة دي في خطورة على جهاز العصب السمباتيكي ليصطدم مع الكربراتير وبيحصل تقطيع في الشكمان، وانت عارف طبعا الشكمان ده يبقى فين. عشان كده انا بترجاك انت والشاب اللطيف ده اللي اسمه مسعود انكم تواصلوا معاملته الطيبة على ما ربنا ياخد بيده. الله يخلي لي اياك يا حكيم، عافيني من هالمهمة، الله يرضى عليه. لا لا سعيد بيه، انت راجل عظيم وأصلك معروف، ولازم تراعي الصداقة القديمة اللي بينك وبين أحمد المسكين. أنا بعطيه مليون ليرة، مستعد أرتب العصر باسمه، ما بقى فيا أتحمل، الله يخلي لي إياه. ما تترجاني، لا ما بدي، ما بدي، ما تترجاني. على كل حال إذا كان أعصابك تعبانة شوية، ممكن تعتمد اعتماد كبير على الأستاذ مسعود وأنت مطمن. أنا شخصياً من يوم ما شفت الشاب ده اللي اسمه مسعود وأنا بتنبأ له بمستقبل عظيم، ويا بخت اللي هتحبه وتتجوزه. حاضر حاضر يا أمبو، صرنا خدامينه، شو بدنا نعمل أكثر من هيك؟ إيه لا شي، ما بقى ينحمل بالمرة، تخنت العملية. أنا سعيد بيه ابن العائلة الكريمة، اشتغل خدام. منيح اللي أنت بتعرف الحياة. نعم منيح اللي أنت بتعرف الحياة. صحيح انا عم اعمل خير، بس مش لهالدرجة تنشئ له حدود. لا يا انبور، لا 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 يا انبور، لا لا يا انبور. طيب تحت امرك يا انبور. حاضر يا انبور، امرك يا انبور. مع السلامة يا انبور. ايه
شرف اللزقه. ايه رايكم نعزم احمد يتغدى معانا؟ وانا من رايي منى هي اللي تعزمه. اشمعنى بقى؟ عشان تصلحي غلطه الصبح، ده انسان صعب ومش هيرضى. منى الدكتور وصل ان احنا نعمله كويس. معلش عشان خاطري وحياتي. هيدا القلوب الرقيقه. معلش يا منى. ولك يسلم لا القلوب ولا تلاوي. معلش عشان خاطري. حاضر. شو العمل؟ يلا يا قطه هم هم هم. السلام عليكم. اي خدمه؟ ممكن تيجي تتغدى معانا؟ بتعزميني في بيتي؟ يعني انا مستريح كده. طب ايه رايك لو نجيب الاكل ونيجي نتغدى معاك هنا؟ هنا في المكتب؟ طبعا فكره مش كده؟ انتوا جنسكوا ايه؟ ما تعرفوش اي حاجه اسمها نظام اتيكيت ذوق؟ الله الله الله، ولزومها ايه النرفزه دي بس؟ ما تخليك رايق وعاقل زي ما كنت. ما هو تصرفاتكوا تجنن اي عاقل في البلد. من فضلك ما تزعليش بالشكل ده. ده بيتي وانا حر فيه. بيتك بيتك، كل كلمه والتانيه بيتك. طب ايه رايك بقى انه مش بيتك؟ قصدك ايه؟ قصدي ان البيت في الاخر عند ربنا، لكن في الدنيا اللي عنده زي اللي ما عندوش، ويمكن اللي ما عندوش يكون مرتاح اكتر. قلت ايه؟ هودني بقى ربنا يهديك. عايزه تقولي ايه دي يا اخي بهزي؟ ما تاخدش على كلامي، حقك علي. اهزي زي ما انت عايزه، بس يكون في علمك مش هتستنوا في بيتي ثانيه واحده بعد الثلاث ايام، مفهوم؟ ما وحياتي. هو هيشرف على الغدا؟ كنت عارفه انه مش هيرضى. عمره ما يرضى طول امتى. سعيد طلع لي الاكل فوق. بامرك يا بيه. حاضر يا بيه. ما تخليك انت سعاده البيه وانا ودي له الاكل. ما بيصير، طالما ان نوينا على الخير لازم نضل للاخر. لو عنده شويه ذوق كان طلب الاكل بابتسامه. انا هدفع نص عمري للي يخليه يضحك. اسالوني انا، ده عمره ما بيضحك. يمكن الليلة يضحك عشان الليلة عيد ميلاده. ايه كل سنة هو طيب. لازم نحتفل بعيد ميلاده بدل ما تضيعوا وقتكم على الفاضي. فكروا في المسرح احسن، ده عمل انساني. موافقين؟ انا مش موافقة. مساء الخير يا فندم. نعم. في واحد عايز سعادتك في مسألة مهمة جدا. والواحد ده بس اسمه ايه؟ مرضاش يقول على اسمه. طيب استرها يا رب. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد. وانت بالصحة. عملنا حفلة صغيرة على قد حالنا ونفسنا تحضرها معانا. أيوة بس أنا حطينا شمعة واحدة عشان ما كناش نعرف عمرك قد إيه. كفاية شمعة واحدة، المهم العاطفة النبيلة. تسمح نولعها عشان تنزل تطفيها؟ تفضلي. Ha 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 ha!
والكل يغنولك ويدعو يباركولك والكل يغنولك ويدعو يباركولك وعيونهم يقولولك قول لا لا قول لا لا Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you أيوة أيوة ايوه قول لا قول لا لا happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you لو الله وهبني عيون مثل عيوني كنت حكمت العالم ازاي كان بكفي اطلع بالواحد هيك او هيك لكن صار مثل الخاتم بين ايدي للدرجة ولو الله وهبني مثل القلب يلي عندك لكنت اسعد انسان بالعالم كفاية بقى لحسن بعدين ابقى مغرورة والله عم احكي عن جد بكفي كيف تصرفتي مثل الملاك الحنون مع هيدا مجنون الخصر احمد الانسان لا يشكر على واجب برافو عليك تستاهلي بوسي اللي عجبني فيكي انه انت مثلي ما بتحب الكسل الله يرحمها ستي كانت تقلي اقتول اسرق انهاب اعطي الشبشات بلا رصيد سندات ما بتندسي بس اوعتتش التزم عيب لكن ساعات الكيد بيكون ضروري بس لما بيكون ابيض لا لما الراجل يكذب على مراته برافو عليك تستاهلي بوسي هيك شفيتيني فارس همام الجميل المحية وبعد ثلاث ساعات يمكن ثلاث دقايق ثلاث ثواني حتسمعي منه خبر مفرح الخبر المفرح صحيح يمال بسترحة الفرح برافو عليك تستاهل عليها بوسي عطيني شفيتير عفهاتي يا بختو انت غريب عن الحب زي ما انت غريب عني جربت الحب وفشلت ما جربتش من الاساس عشان عارف ان نهايته الفشل وما عنديش استعداد اعيش لحظات الفشل انا اللي متعود انجح في الحياه لازم تجرب مره اللي زي مش لازم يحب ليه عشان ما ينصدمش في النهايه لما يكتشف انها حبته عشان فلوسه فلوسه صحيح لكن في اغنيه كتير زيك حبوا اتجوزوا عشان صحت كده جواز الاغنيه مش جواز قلب على قلب جواز ثروه على ثروه طب حب واتجوز واحده فقيره هدور على واحده
تفضل. انت انسان رقيق وانت احلى واحده بالدنيا. هل دي بقى تسهل عليها بوسه؟ يا مضروب دمك خفي. اجي مليونير زيك ويمكن اغنى منك. شايف بسيط ازاي؟ مليونير؟ سعيد بيه صاحب القصر ده. صحيح. لكن يظهر انه لقى الفقيره اللي تحبه. انت فقيره؟ تصدقي ان اول مره الليله اعرف ان ليا عيد ميلاد؟ كان نفسي اقول لك كل سنه وانت طيب وانت واقف على السلم. وايه اللي خلاك ما قلتليش؟ ما كنتش لسه الفقيره ولا انت الغني اللي بيدور عليها. يا رجلي سلامتك يا حياتي. يا روحي يا سلام. اهو تستاهل بوس على دي. حلو لكن لما بتجيله الحالة يبقى يا لطيف يا لطيف. انا غايته صعبان عليا بس وبفكر ازاي اقدر اساعده بس. انما انا شايفه ايه؟ لا تصرفوا كده خلاص. بتوجعك يا حبيبي. هتموتني مرسورة مرسورة. انا بقى هعالجها لك. واحد اتنين ثلاثة. هتقوم ولا اكسرها لك؟ هقوم. طب يلا. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. امسك يا احمد لما اطمن على منى.
مين اللي معمونة ده؟ إكرام. يعني مين؟ واحد صاحب المسرح اللي هنشتغل عنده، اتنين صاحب أتقل دم في الوسط الفني، تلاتة لازق لمونة زي الوطوات، أربعة منى بتحبه، خمسة لا مضطرة تجامله عشان المسرح، ستة عن إذنك الحقها لحسن يعاكسها، سبعة خلي بالك من سعيد بيه. منى ما تتأخري، والمكان مثل ما قلت لك مش بعيد منهم. ولو اني ما احبش اخرج لوحدي لكن اوعدك اني حاجي. كنت بحب انا اجي وسطك، لكن حتى نمنع القيل والقال قلت طلع. اوكي. على فين يا سعيد بيه؟ بيع؟ مش انت صاحب القصر؟ وعرفت منين؟ امال انا بقى ايه؟ قول لي انا بقى ايه؟ فقير. فقير؟ وايه كمان؟ مفلس. وايه كمان؟ معقد. معقد؟ ليه؟ لانك لما انفلست بعت القصر. بعته؟ بعته لمين؟ إلي. أنا اللي اشتريته وأنا اللي عم أصرف عليك. لا كتر خير ابن أصل. عفوا لا ستر على وجهي. خيرك سيبي. خليك هنا أنا عايزك. منى عارفه الكلام اللي قلتهولي؟ انا سألت الله اني فقير ومفلس ومعقد. مش بس منى عارفه، كل الفرقه عارفه كده. طب تعرف لو قلت لاي مخلوق بعد كده ان انا صاحب القصر هموتك. اوعى تقول لاي مخلوق حتى لو انا اللي طلبت منك، فاهم؟ فاهم فاهم. من يوم لغايه ما اموت ما راح اقول لحدا انه انت صاحب القصر. دبر لي ميعاد مع منى على الانفراد. بنفس الطريقة الشمبانيا والشموع والكاسين بدقوا ببعض. لا 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 ده نوع جديد خالص. بأمرك سأتدبر الأمر أنا وتابعي مسعود. يلا مع السلامة. الله مالك؟ الأستاذ إكرام أفندي طالب ميعاد. وانت عايزه تقابليه؟ انا ما احبش اقابل غير الناس اللطاف اللي زيك. الله يخليكي. هو سعيد بيخف؟ طبعا هو ده المرض يقدر عليه. الحمد لله على السلامه. الله يسلم. ولك تقبصيني قبش. قبش ايه اللي خلاك تيجي دلوقتي تقطع عليا خلوتي واحنا في عز الكلام؟ اديك هربتها. اسمع مني ما تتعب حالك، في غيرك بيحبها. مين؟ سيدك وتاج راسك احمد بيك اللي خيره عليه. ما عنده ستات مليانه الدنيا، ملقاش غير دي. دي منى حبيبتي اللي قلبي دق لها. بيظهر احمد بيت المره دي ناوي على الجد، واني شايف لك البنت منى مندمج معه شوي. انت مش قلت لي انها بتحبني انا؟ يا خيي قلت لك هيك، بس نحن مين اللي عايشين بعزه؟ احمد بيه. مين اللي عايشين من خيره؟ احمد بيه. مين اللي احسن منك؟ احمد بيه. يا احمد بيت طالب انك تدبر رندفو مع منى. انا؟ صحيح يا لقسوة القطر، بس هيدا يلي صار. ليش؟ قبل ما امشي بدي اقلك امر خطير. لسه في اخطر من كده؟ معلوم. احمد بير طالب مني اني شخصيا مثل دور صاحب القصر وهو يمثل دور الخاضي، وحلفني بقبر امي وابي واسلاف واسلاف يلي خلفوني ما افشي السر لحدين. سمعت؟ فهمت فهمت كل حاجة. يا
ساتر يا رب، سليم ان شاء الله. حضرتك دكتور؟ لا. عجلاتي؟ لا. امال ازاي تقول سليمه وانا والبسكليت مكسورين؟ يا بوليس يا يا اخي طول بالك شويه. امال معروف بلا بهدلي. انا عندي ميعاد مهم. وانا اعمل لك ايه؟ انا كمان عايز اطلع الجبل عشان الحق امي قبل ما تخلف. بس يا بوليس انت وين بدك تروح؟ قريب من هنا. تعال انا بوصلك. طب شيل العجله الاول وبعدين تعالى شيلني. حاضر. وبلاش البوليس وبلاش الحكومة. مش معقول، بتعمل ايه هنا؟ بشم هوا. لوحدك؟ ايوه. وانتي؟ المفروض ان صاحب المسرح اللي هنشتغل عليه كان يجي يقابلني هنا، بس معرفش ايه اللي اخره. طيب امشي انا، يمكن وجودي ده. لا ارجوك خليك، انا مبسوطه اني شفتك، وبيني وبينك مش عايزه اقابله لوحدي. انت يا دلو عمك. ايه يا بوليس؟ ايه يا حكومه؟ بيكسرنا صياعه ماشيين بالشارع على المال واخر. انا اعمل لك ايه اذا كنت ساكن في حته بعيده؟ الموعد اللي مرتبه من سنه وعائد عليك كل املي ضاع مني بسببك. والله اذا ما كانش عاجبك نقف عند اي اسم بوليس، يجي دكتور يكشف عليا وخبير يكشف على البسكليت. ايه سكر تمك. بتفكر في ايه يا احمد؟ امبارح بالليل اكتشفت نفسي وعرفت الحقيقه اللي كان بيخبيها عقلي طول عمري. يعني عرفت انك فقير زينا وان القصر مش قصرك؟ ايوه. مبروك يا احمد، اجمل شيء في الحياه ان الانسان يلاقي نفسه. بس هعمل ايه دلوقتي؟ هعيش ازاي؟ ولا يهمك، كلنا بنبتدي من الصفر. ربنا خلق لنا الطموح عشان ما نفقدش الامل. بس هشتغل ايه؟ مش مهم تشتغل ايه، المهم انك تنوي على الشغل. اوعدك من بكره هدور على شغل. انت يا حبوب لقوم. يا بوليس. يا حكومه، هنوصل للشام وبعد ما وصلنا لبيت امك. تعرف لو امي خلفت قبل ما اوصل هوديك في داهيه. مبسوط؟ انتزعت العربيه. قوم تفوش. تفوش؟ تفوش يعني ايه؟ يعني زق. ازق؟ ولك قوم ازق. لقيت الوظيفة. فين؟ عند سعيد بيه، الإنسان الوحيد اللي عطف عليا واستحملني طول عمره. أحسن فكرة. تعبت؟ العكس، ده شغل لذيذ جدا. الحمد لله اللي قابلتني صدفة النهاردة، وإلا كنت فضلت فاكر نفسك مليونير. في الحقيقة يا منى ما كانتش صدفة. ازاي؟ انا اللي طلبت من مسعود يعطل اكرام عشان اقدر اشوفك. يعني كنت عايز تقابلني لوحدي؟ ايوه. ليه؟
آه ياما، آه ياه يا رجلي، آه. لا مؤاخذة يا فندم، ما كنتش عارف إن سعادتك هنا. من النهاردة مفيش سعادته، في أحمد وبس. قصدك إيه؟ ربنا خد بيده خلاص. هنهرب من الحياة لحد إمتى يا مسعود يا أخويا؟ لا يا شيخ. طبعًا. إيه؟ كل شيء له نهاية. آه يا رجلي، الله يوجع قلبك يا إكرام. مالك يا مسعود؟ عمل لك إيه إكرام؟ إديته بومبة زحلقته مليون كيلو، إداني هو بومبتين رجعني ماشي. أحمد هات مية سخنة وملح في تشت. حاضر. عندك المية على النار؟ لا لا، ما يصحش يا أنسة منى، مش معقول. ما يصحش كده أنسة منى. ما في حدا غلق هون. خليك زي ما انت، اقعد يا مسعود. اجيب لك الفطار. طمني، وين وصلت مع منى؟ ماشي الحال. تسمح لي اعطيت رايي؟ اتفضل. انا فكري لو بتنهي هالموضوع وبتتكل على الله وبتتجوز، ولا شو رايك يا مسعود؟ معلوم الجواز نص الدين. طيب اعزم الفرقة النهاردة على اليخت بتاعك. اليخت بتاعي؟ إيه؟ انا عندي دخل من نل اليخت يا حسرة. اليخت بتاعك يا مليونير. الحمد لله، مين كان يقول ان اخينا يعقل ده احسن عمل انساني عملناه. واكرام الفندي هنعمل بيه؟ لازم نتصل بيه. انت اللي تتصل بيه. صباح الخير. صباح النور. نظفنا يا ترسل، نظفنا. يسرني ويشرفني أن أدعوكم اليوم بنزهة باليخت تبعي في عرض البحر. حلو عرض البحر ما هي. شكرا شكرا ايها الاخوه على هذا الاستقبال الحافل. انا اسف اني اتاخرت على موعدك امبارح. بقى المناسبه الحلوه هاي اسمحوا لي اعلن لكم اني هسلمكم المسرح خلال يومين. شكرا اكرام بيه، شكرا. لكن على شرط، بحب ابحث التفاصيل مع الانسه منى. تفاصيل ايه وبتاعي يا اخي انت؟ ولد من امتى بتحسب حضور سيدك؟ عفوا اكرام بيه، بنتي فيه معزوم على اليخت تبعي. طبعا وهونيت بنبحث بالتفاصيل. لا 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 لا
يا أعمى فتح عيونك. آسف جدا يا فندم، اتفضل معايا على الكابينة اقلعها وأنا أنظفها لك، اتفضل. خليك عندك، خليك عندك. برافو. اللي خد نظيفه يا شيخ. ليه انت؟ انت خد نظيفه يا عايز اخرج. اوعى تخرج لحسن بعدين تاخد برد. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لو شاب فقير زي حالاتي حب يتجوز بنت حلوه زي حالاتك، يا ترى توافق؟ لو حصل وافتقرت بتضل تحبينه. وليه بس السؤال البايخ ده؟ يا ست مجنونه وبيخرف، جاوبيني وريحينا. ده سؤال ملوش معنى، لان اللي زيك بينه وبين الفقر مشوار بعيد. ابدا يا نجوى، بين الفقر والغنى شعره. انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في سيره الفقر دي؟ يعني مش هتبص. انا مش قادره افهمك ابدا. ريحي يا حالي، ما في حدا بالعالم فهم نفسه. نقول لهم دلوقتي احسن؟ بس في حاجه لازم تعرفيها قبل ما تقولوا. حاجه ايه؟ اليخت ده بتاعي. ايه؟ والقصر والمصانع وكل حاجه. احمد وسعيد ومسعود موظفين عندي. ليه كده يا احمد؟ ما كنت كويس. الحقوني يا جماعه، احمد رجعت له الحاله تاني. يا ستر يا رب. اللي انت فاكراه خيال هو الحقيقه. انا مليونير فعلا. هي غزاله رجعت لك تاني؟ انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ الله ليه؟ العقل زيني صحيح. اخرس انت لارميك البحر. مسكين، لو كنت عاقل مثلك كنت عرفت كيف حكيتك حسب عقلك. يا اخي. اما انك مجنون صحيح، تقدر تقول لنا هنجيب مسرح منين؟ ولا يهمكم، هجيب لكم اكبر مسرح في البلد. لا بقى، هو جنايك هيشتغل علينا احنا كمان. سعيد قول لهم اليخت ده بتاع مين. طيب يا سيدة حل، هيدا اليخت بتاعي انا. بتاعك ازاي؟ قول الحقيقة ما تخافش. والقصر والمصانع بتوع مين؟ هقول الحقيقة، بتوعي انا. مسعود تعال قول للأنسة منى انا ابقى مين. احمد بيه تعال قول لها بقى اليخت والمصانع والقصر بتوع مين. اقول قول اقول. ايوه قول، بتوع سعيد بيه. طب روح، انا بقى هعرف اثبت لك ازاي كل حاجه بتاعت مين. استناني شويه. طيب ما هتقابل انا وياك. والله لا طول عمرك. انا يا ابني احسن. اتفضلي اقري دول وهتعرفي الحقيقه بنفسك. اقري انت كمان. ما
صحيح. والأسر إله والمصانع إله. أمال أنت تبقى إيه؟ إله. يعني إيه؟ مجرد تبير الخدم. ما قلت لك بين الفقر والغنى شعرة، ما صدقتنيش. سيب القصر والخدمة فيه وتعال اشتغل معانا. قلبي ما بيطاوحني، ما بيطاوحني. أحمد بيت هيدا مثل خي. أيوه بس بترجيتي مدحتي. الله يوفقك خاطر. سعيد مسعود افندم، اعملوا اللازم للمسرح اللي اشتريناه. مشروع الفرقه بيهمني زي كل المشاريع بتوعي، لازم ينجح. تحت امرك، بس بترجع على طول. يعني يعني شهر عسل وبس. بس يا اخي انا على احتياج. ما بتفرق، يعني شهر عسل وبس. ايه نشوف وشكم بخير. مع السلامه. الله يسلمك. باي باي باي.